تن 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 تن. جنبيك قلت المونتاج رح يضل للتسعة، شو قيمت رجعت على البيت؟ قصدي كيف المونتاج؟ كيفك جيجي؟ منيح. كان كتير منيح المونتاج، تمام؟ ممتاز. شو جابكن؟ خير؟ من عند الصبح؟ ما بعرف ليش اجينا، أنا قلت لها بلاها جيتنا بس هي ما قبلت وأصرت تجي، إمنا اجينا بالآخر. امشي نروح ريهام. جنبيك حفلة عيد ميلاد بولين اليوم مو هيك؟ قلت لحالي أكيد رح تحتاج حدا بالبيت مشان التحضيرات. أفكاري دائما حلوة، رح فوت لجوا. رح شيل الصناديق. أنتِ من وين بتعرفي بالحفلة اللي هي مفاجأة؟ يمكن أنا والله ما بعرف مين اللي قال لي، ليك في حدا قال لي عن الحفلة بس ماني متذكرة مين هو. مانك متذكرة؟ لا. ريهام أنتِ شو عم تعملي؟ فهميني شو بدك؟ يعني شو هو هدفك؟ شو اللي عم أعمله جنبك؟ اليوم بولين عيد ميلادها، أجيت مشان ساعد وعايدة وأطلع. هيك لك. لنشوف شو بدنا نساوي. يلا. افتح الصناديق أنسي بولين. لو سمحت جيجي. ماشي. ريهام انت هون كمان؟ وانا بسأل حالي نفس السؤال كل ما بشوفك. ريهام يمكن لانه تعرفنا عن جديد. رح شوف الجنينة. والله حاسس انه ارتفعت حرارة الصالون بسبب هالمشاحنات. شو عم يساوي جنبك؟ ما بعرف شو عم يساوي. شو هاد لوح؟ ما بيقولوا انه الاغنياء عندهم العاب غريبه؟ معقول يثبتونا على هذا اللوح ويصيروا يزتوا علينا سهام؟ شو رايك بيعملوها؟ او احذري شو؟ رح توقف بولين قدامه ورح يحط تفاحه على راسها ويرميها منشان يصيب التفاحه، كثير معقول. يرمي باتجاه بولين؟ شو هاد طلع معك حق؟ القوس والسهم طلبتهم من شان بولين تحديدا، وكانت عم تدور بالصناديق عليهم، هي محترفة بالرماية ومع شهادة. في بنت كتير حلوة اسمها أرتميس شاطرة برمي السهم. ايوه بنت بترمي سهام، حبيت. بتشوفي شو رح ساوي فيكي يا عود الكبريت. لك شو عود كبريت؟ شو عم تقولي؟ مجنونة. عن جد هي بتشبه عود الكبريت، معك حق، زبط معك التشبيه. بس اوعك تسمعك، مو حلو. انا ارتميس بهي القصه. في معبد اسمه ارتميس؟ ايه، وانا عندي معبد. انا اشطر بنت بترمي سهام بالدنيا. صح. وين رايحه ريهام؟ ريهام لوين؟ رايحه اسدد على هدفي. لا تتهوري. مرحبا بولين. أهلين ريهام. أنتي بتحبي رمي السهام وأنا بحبه على فكرة. حلو كتير، ما كنت بعرف تهتمي بهيك شيء. إيه هي رياضة جدودنا، يعني هي من أجداد 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 أجدادنا. ممتاز. طيب بما أنك هيك عم تقولي، شو رأيك هلأ نعمل مسابقة صغيرة نحن التنتين؟ خليها مسابقة كبيرة، شو موافقة؟ أوكي لكن كبيرة، أنا موافقة على كل شروطك يا روحي. بس ليكي ريهام، هاي الآلة احترافية وبدها تدريب، إذا فكرتيها مجرد لعبة بتكوني غلطانة، لهيك حطي ببالك إنه ما في معها مزح. أنت لا تقلق جنبك، خلص عندي. ديري بالك. أجدادك كانوا يلعبوا بهدول؟ نحن وصغار كنا نلعب هاللعبة بالحارة، وجيهان كانت معنا. جيهان كمان؟ ليش هي بتحب رمي السهم عن جد عم تحكي؟ خليني ركز شوي، سكوت. حلو كتير. بلشي. شو عم تعملي ريهام؟ عم تفكري ترمي السهم بإيدك يعني ولا كيف؟ حطيه هون. بعيد يقطع عمرك. بس القوس لازم يكون مشدود. منيح. يلا. اوف وين صار؟ شكله لسه لهلأ ما وصل. رمية بتجنن. شوفي صار وين نملة. اختفى السهم؟ وينه؟ ليك على الأرض. شوفيها شوفيها كيف عم تنازع. ليك قدام رجليكي. لا
تضحك. لساته بمحله. موتك إذا بضلت تضحك. إيه عادي عادي، كنت عم حمي. ولا يهمك، وهلأ إجا دوري أنا. ما بعد عنك متر. خلص. شو قول هذا اللي صار؟ عيونها ما رمشت. ولي بنص الدائرة تماما. برافو، رمية غير شكل. ممتازة ممتازة، بنص الهدف تماما بالنص. لساتك محافظة على لياقتك منيح، مانك نسيانة شي أبدا. مو هيك؟ هالشي بيعني إنه في شغلات مستحيل تنتسى بسهولة. إيه مزبوط. كيف هاد؟ لك لا بالعكس، هيك. لك قلت لك أول شي بدك تمسكيه منيح، بعدين بتحطي السهم جواته. إيه بعتقد إنه هون محله صح. رح أرمي. هوب هوب هوب، خليني روح من هون بالأول، بعدين بترمي ولا رح تأذيني؟ استني أنا عم حاول صوب على الهدف بالأول. لك شو عم تعملي؟ رجعي لمحلك، أصحك تصوبي علي أنا أو على جانبيك. جنبك. يلا لشوف ريهام. جيجي اللي شوفي، اعمل لي تحليل للوضع اللي قدامك. جنبك. عم بيصير معهم هدول؟ بعتقد انه الصبايا بيحبوا رياضة رمي السهم، يعني مثل ما نحن منحب رياضة الفوتبول. ايه وهو هيك على الاغلب، يعني اذا كانت ريهام بالقصة معناتها كل شيء ممكن. شو؟ جنبك انا بعدت عنهم لانه حسيت حالي توترت من السهم، بدي ضل رايق لانه عندي شغل كتير المسا بدار الاوبرا. مثل ما بدك. طيب ليش اجيت؟ ما بعرف. ما بعرف. روح. اوه منتصف الهدف كمان، معناها ممتاز. كانت تلعب بالحاره مثلك. اخ لو انك بالبيت كنت حرمتك الاكل. انا ما بيطلع فيني وهي بيقول لها برافو وممتاز. تفضلي وهي السهم بسيطه. اعطيني. شو شفته؟ شو الاخبار؟ كيفك؟ انا منيحه جنبك، شوفت عينك. انت بتحب المفاجآت اللي مثل هي؟ لا مو كتير. طيب بتحب المفاجآت اللي بتكون شغل ايد؟ حسب الشخص اللي عم يساوي لي هالمفاجأة. مو مهم الشيء اللي بينعمل، المهم ينعمله وتعرف فيه. أو أنا هيك رأيي بالموضوع. جان، ما قدرت أرفع سحاب فستاني للآخر، ممكن تساعدني؟ إيه طبعاً يلا. وقف شوي جنبك. لا لا، هو ما بيقدر يرفع السحاب لأنه إيديه كبار. خلص أنا رح أرفع لك يا، لا تاكلي هم. شو مش الحال؟ يلا رح ارفعه. هي رفعته. ايه ايدي كبار، يمكن شده زياده فوقتها ينتزع وتضطري تغيريه. شكرا حبيبتي. العفو يا روحي. جنبك ممكن تجي معي على المطبخ شوي، بدي ورجيك شيء كثير مهم اذا ما عندك مانع. وهالشيء مهم كثير؟ ايه مهم كثير. معناتها مستعجل ما هيك؟ ايه لكان. يلا ليكني جاي. تفضل فوت. جانبيك استناني هون، أنا جاي فورا. أوكي رح استناكي هون، بس صار عندي فضول كبير أعرف شو هو هالشي المهم والمستعجل. أنسي بولين، وين بدي حط هدول يا ترى؟ وين رح يقعدوا الضيوف ووين رح يرقصوا؟ لازم أعرف بالضبط. لحظة. شو لحظة؟ لك هدول كتير تقال، ما عاد أقدر أحملهم، قولي لي وين حطهم بسرعة لو سمحتي. طيب امشي جيجي هنيك، أنا بقول لك وين. يا لطيف شو تقال. شو هاد؟ لحظة رح ورجيك. شو؟ أنا حضرت لك كفتة نية. بلا مزح. إيه أنا كتير بحبها، شكلها طيبة عن جد. تفضل دوقها. إيه طبعاً رح دوق، ما أحلاني ما دوقها يعني. بدي أدور على أحلى وأكبر وحدة فيهم ودوقها. ها مو معقولة. رح دوق. Thank you.
جنبك؟ يعني لا لا ريهام، هلا انتي عملتيها هيك عن قصد مو؟ كنتي بتعرفي انها رح تطلع معك سيئة لهي الدرجة؟ ولا طلعت معك هيك بالغلط ريهام؟ ما بعتقد في أسوأ منها. طعمتها بتموت مو هيك؟ كترت لنا ملح وفلفل وحطيت لها 5 معالق كبيرة حد. ما أكلت شي أسوأ منها. عن جد عم تحكي؟ حتى بخيالي ما بتكون سيئة هالقد. وأنا عملتها عن طريق وصفة، يعني ما حطيت المكونات على مزاجي ومع هيك طلعت سيئة وما بتندق. احترق لساني. مو معقول، بتقرف كتير، ما بقدر أوصف لك قديش بتلعي النفس. أي عن جد؟ فهمت عليك. طيب إذا احترق لسانك لا عاد تاكل منها. لا لا بدي آكل، مو مشكلة. أكيد ما بدي أكسر بخاطرك يعني. هي فيها جاج نيمو هي؟ إيه. رح آكلها ولا يهمك. بلشوا يجوا ضيوفي. طيب أنا رايحة. هلا رح أروح أتدوّس وجهز حالي وأرجع المسا ممكن؟ طبعاً إيه. تعي أهلا وسهلا. يلا لحطهم بالبراد. ماشي. بلكي اشتهيتها بعدين. شكراً كثير لك. ما كان في داعي تعذبي حالك فيهم. العفو جنبي. ما رح أنسى طعمتها بحياتي. أصحك تخلي حدا ياكل منهم هدول كلهم إلك أنت. طيب خلص روحي أنت، روحي على بيتك، اتركيني لحالي مع هذا الاختراع.